السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم إن شاء الله غندير معكم مادة الكوكيز، شوكليت شيب كوكيز. مكونات بسيطة وطريقة سهلة جدا، كيجي زوين في الشكل ديالو. كيكون من فوق مقرمش ولكن من داخل كيكون رطب. تابعوا معي الخطوات وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. بالنسبة للمكونات، عندي هنا بيضة 200 غرام للشوكولا، عندي سكر 150 غرام، والدقيق 200 غرام مقسمة على جوج أطباق، 120 غرام ديال الزبدة درجة حرارة المطبخ، نص معلقة صغيرة بيكربونات الصودا، ونص معلقة صغيرة ملح وفانيليا، ومعلقة ديال نشا الذرة. أول حاجة غندير الزبدة مع السكر. نكتب لكم مكونات في صندوق الوصف. 120 غرام زبدة على 150 غرام سكر. اللي عنده السكر أسمر طبعا أحسن بكتير، يدير نص الكمية سكر أسمر ونص سكر أبيض. دابا نزيد بيضة، عندي بيضة كاملة، ونضيف عليها فانيليا، معلقة صغيرة فانيليا. دابا نضيف عندي معلقة كما قلت لكم ديال النشا، نضيف طحين هادي 100 غرام، نضيف عليها نص معلقة صغيرة ديال الملح، نص معلقة صغيرة بيكربونات صودا. بيكربونات الصودا هي اللي كتجي في على الشوكليت شيب كوكيز. نحرك ودوك الطحين الاخر غنضيفو تدريجي، شوفوا واش غياخذ الكميه كلها ولا لا. ضفت 200 غرام ديال الطحين. دابا نضيف انا عندي هنا 200 غرام ديال الشوكولا. دابا صافي انا خلطتها، غادي نديرها في صينيه. الصينيه درت فيها ورق زبدة، غدا ندير بهذا ديال الايس كريم، وممكن ديرو اصغر او اكبر الحجم اللي بغيتو. انا ما واخا ندير ديال الايس كريم غاديش نعمرها بزاف. انا كملت كل الكميه اللي عندي، غادي نديرو دابا في الفريزر حتى يتجمدو، ملي يتجمدو غادي نفرقهم جوج سوايع. دابا غندخلهم في الفرن ساخن مده تقريبا ربع ساعه. هذا الشكل النهائي للشوكليت شيب كوكيز. اتمنى تجربوهم يعجبوكم. ممكن الا درنا كميه كبيره ممكن نضاعفوا الكميه ونخليوها في الفريزر، نديروهم على شكل الكور ونخليهم في الفريزر، ونديروهم في اي وقت نجبدوهم وندخلهم مباشره الفرن ساخن. اتمنى تجربوهم يعجبوكم، ولو عجبكم الفيديو لا تنسوا ديروا لي لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم مني كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامه.